نازل واي 7 2018 سالت الناس انت تفتكر سعر الموبايل كام واللي يخمن سعر الموبايل صح هيكسب موبايل. وكان عندي في الفيسبوك اللي هيخمن صح هيكسب تيشيرت الاهلي, وفي حد فعلا كسب تيشيرت الاهلي وهيروح له كمان ايام بسيطه. وانا نفسي كيوسف انا ما كنتش اعرف السعر, وكنت متوقع وقلت لكم في الفيديوهات ان هو هيكون من 3400 ل 3500. بصراحه واوي فاجئتنا وقتنا السعر هيكون 3100 جنيه. فهل ده معناه بانك تجري على طول وتروح تشتري الواي 7 2018؟ بصراحه دي حاجه ترجع لك بعد ما تشوف الفيديو ده. قرر كده وبقول لي هتعمل ايه, ولو قررت تشتري موبايل بقول لي برده في الكومنتس انت هتشتريه وتشتري ليه, وخلينا ننزل نتناقش بقى. مبدئيا احنا بنتكلم هنا في 76.3 من واجهه الجهاز عباره عن شاشه بالابعاد الجديده 18 الى 9 او 2 الى 1, حاجه مش بنشوفها غير في موبايلات اللي فئه 5000 ونص زي الهواوي ميت اللايت والاوبو اف 5. بنقدر دلوقتي نشوفها في موبايلات الفئه 3000. ديزاين جذاب جدا بكاميرتين خلفيتين عشان يدوك البوكه افكت عشان تاخد الصور اللي هي بميزه العزله هنتكلم عليها كمان شويه. مش بس كده كمان, ده الحواف الدائريه بتاعته لامعه جدا وشبه الايفون اكس, وهتعشقه من اول مره تشوفه وتمسكه فيها. ولكن الموبايل بالكامل مصنوع بلاستيك, والشاشه اتش دي 720 بلس, والوان الشاشه برده مش الوان الفقعه اللي احنا متعودين عليها من هواوي, ولكن دي حاجه سهله ان انت ممكن تعدلها. ولكن فكره ان الشاشه اتش دي بلس مش فول اتش دي بلس دي حاجه ضايقتني. وانا قلت في الانطباعات اول يوم ان هو عادي هتتعود عليها ومش هتحس بفرق, ولكن كل مره بمسك شاشه فول اتش دي بلس 6 بوصه بعد كده برجع تاني الشاشه دي بحس ان انا مفتقد كواليتي, خصوصا لما تفتح فيديو على اليوتيوب بتشوف اللي انت اخرك 720 مفيش اوبشن الفول اتش دي في 2018, بانك بتشوف شاشه كده صعب شويه اللي انت تقبلها. ولكن حجم الشاشه وجودتها بالنسبه لفئه السعر دي مش وحشه. السبيكرز مكانها في اسفل الجهاز على اليمين, المكان المناسب جدا انك لو ماسك الموبايل بورتري او حتى قلبته واتفرجت على فيلم لاندسكيب مش هتغطي مكان السماعه ده تماما, وبصراحه دي حاجه ممتازه. ولكن للاسف صوت السماعه واطي وبتحس ان انت عايز تعلي الصوت كل شويه كده, وكمان ما فيهوش البيز زي مثلا موبايلات المنافسه اللي في نفس فئه السعر زي انفينكس اس 3 الصوت كان فيه احسن كتير. وفي مقارنه جايه قريب جدا ما بين الموبايلين دول على القناه تقريبا الفيديو اللي بعد اللي جاي او اللي بعد بعد اللي جاي, فتجد شرف القناه عشان تفتكش المقارنه دي. ولكن جوده الصوت نفسها في الواي 7 2018 مش وحشه, جوده كويسه جدا, ولكن علو الصوت هو الواطي. ومن اكتر الحاجات اللي تحمست لها هو اني اول ما مسكت علبه الموبايل كده وبصيت على ظهر العلبه لقيت ان هو مكتوب عليه ان المعالج سناب دراجون 430. بصراحه حاجه مشجعه جدا ان هو تستخدم واخيرا معالجات سناب دراجون اللي بيكون ادائها ممتاز في الجي بي اس, بيقدر يحدد اللوكيشن بتاعك في الجي بي اس في لحظات عن معالجات ميديا تك مثلا او معالجات هواوي اللي كانت بتاخد اب تو 10 ثواني و20 ثانيه عشان تحدد موقعك في الجي بي اس. المعالج هنا كواد كور 1.4 جيجا هرتز. السنه 34 يعتبر معالج قديم نسبيا, معالج كان بيستخدم في الموبايلات اللي صدرت من السنه اللي فاتت, وهتحس ببعض التهنيجات البسيطه من حين لاخر في النظام كده لما تفتح ابلكيشن الفيسبوك او انت تكون متفرج على فيلم وتنقل بعد كده للكاميرا هتحس بتهنيجه بسيطه كده لنص ثانيه او ثانيه, موضوع متقطع مش بيحصل في ابلكيشن معين مش بيحصل في حته معينه. خصوصا انت بتتكلم هنا عن سوفت وير ايموشن يو اي 8.0 الطبقه اللي بتضيفها هواوي على الاندرويد 8.0 بيجي على الجهاز, فالطبقه دي لحد ما مليانه فيتشرز ممتازه وحلوه جدا ولكن تقيله سنه, فاللي هو الموبايل بيهنج في حته بسيطه. ولكن كانت استخدامها عادي سوشيال ميديا وفيسبوك, مش موبايل مش هيقعد 5 ثواني 10 ثواني كده اللي هو ما بيعملش اي حاجه, ولا الموضوع ده مش بيحصل, هو بس ثانيه نص ثانيه ما بين كل ابلكيشن كده من فتره للتانيه. من اهم الميزات اللي ضافها ايموشن يو اي هي ميزه الفيس انلوك, بانك تقدر تفتح الموبايل عن طريق بصمه وشك, عن طريق وشك بيقدر يفتح الموبايل. انا شخص مؤخرا بقيت البس نظاره, فانا لما جيت اسجل فيس انلوك كنت قلع النضاره, بعد كده لبست النضاره وجيت اعمل فيس انلوك الموضوع اخد وقت شويه عشان يقدر يعمل فيس انلوك, ولكن بيشتغل ولكن بياخد وقت اطول شويه لو انت لابس نضاره. ولكن لو انت في العادي مش بتلبس نضاره الموضوع هيكون معاك سريع جدا. بس لو انت مش من هواه استخدام الفيس انلوك فهو اضافت لك برضو ميزه الفينجر برينت في ظهر الموبايل. الفينجر برينت لحد ما مش من الفينجر برينت السريعه اللي احنا متعودين نشوفها في موبايلات هواوي, ولكن بتاخد تقريبا ثانيه نص ثانيه عشان تبروسس الفينجر برينت. الفينجر برينت بتشتغل انت بتدوس دايسه وبتشيل صباعك في لحظه واحده, ولكن الموبايل بعديها بياخد له ثانيه او نص ثانيه اللي هو يبروسس صباعك اللي انت دوست عليه في الاخر يفتح الموبايل. فبالاخر الفينجر برينت دي تعتبر بطيئه نسبيا عن الحاجات اللي احنا متعودين عليها من هواوي في العادي في الهواوي ميت 10 لايت مثلا, ولكن برضو مره ثانيه احنا في الفئه دي ده يعتبر ده الطبيعي بالنسبه للفينجر برينت, مفيش فينجر برينت اسرع من كده. وطبعا بان نظام التشغيل هو الاندرويد 8 الاوريو فعندنا ميزات كتير, اهمها مثلا السبليت سكرين, ممكن تشغل اثنين ابلكيشنز مع بعض في نفس الوقت يكون واحده فوق واحده تحت, ممكن تدوس كتير على ايقونات في الهوم سكرين فيطلع لك اوبشنز اكتر بحيث ان انت مش محتاج تفتح التطبيق وبعد كده تروح لحته معينه, ممكن على طول توصل مثلا لحته معينه بالتطبيق من الهوم سكرين. وبرضه الايموشن يو اي
اضاف فيتشرز منها الجستشرز اللي انت ممكن تعملها على البصمه في ظهر الموبايل. ممكن تروح يمين وشمال في الجاليري فتقلب في الصور عن طريق البصمه، او تنزل من فوق وتحت فتنزل النوتيفيكيشن بانل وتطلعها برده عن طريق البصمه. ولكن هنا في حاجه غريبه شويه في الايموشن يو اي، وهي ميزه الاب توين، او اللي انت تعمل نسختين من كل تطبيق، زي مثلا الفيسبوك تعمل له 2، واتساب تعمل له 2 على الموبايل. ميزه مش موجوده هنا، مش عارف ليه، مع ان هواوي حطها في كل الموبايلات في كل الفئات، جت هنا في الواي 7 برايم 2018 ولغيتها، فكانت موضوع غريب شويه. وطبعا مش هتعرف تستخدم ولا حاجه بالفيتشرز الممتازه دي لو ما عندكش بطاريه كويسه. بطاريه الموبايل هنا 3000 ملي امبير اور، وبتديك تقريبا الشاشه مفتوحه 4 ساعات ونص سكرين اون تايم، وده يترجم تقريبا ليوم استخدمت ايه الموبايل. الموبايل هيكمل معاك يوم بكل اريحيه، انت مش هتحس ان انت عايز تشحن الموبايل في اخر اليوم، او لو هيفصل 0% على اخر اليوم. ونروح للكاميرات، وبصراحه الكاميرات دي من الحاجات اللي انا دايما بعشق ان انا اتكلم عليها في اي موبايل، سواء كانت حلوه وممتازه او حتى كاميرات وحشه. بحب دايما ان انا اقعد افصص الكاميرا كده. وخلينا نبدا نفصص كاميرات الهواوي. من ورا عندنا كاميرتين، كاميرا 13 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2، وكاميرا ثنائيه اضافيه 2 ميجا بكسل مخصوصا ان هي تديك البوكا افكت او العزل عن الخلفيه. السيناريو الاحسن لتصوير في الكاميرا دي بالنسبه لاي كاميرا هو انك تصور في الضله ولكن مكان منور كويس، يعني مثلا قاعد تحت شجره، او واقف تحت مبنى، او فتح الشباك في اوضتك مثلا وبتصور باضاءه الشمس، ولكن جوه مكان شادو. الصور بتطلع شارب والوانها كويسه جدا، وكمان بتطلع في الشمس لو انت محظوظ شويه الالوان برضو بتطلع كويسه، وبتلاقي فيه زي سكين تونز، الوان السكين لحد ما مظبوطه مش بيضه زي بقيه الموبايلات اللي فاتت. وميزه البوكا افكت او العزله الخلفيه بتشتغل كويس جدا في الشادوز برضو، وبتشتغل برضو في اشعه الشمس المباشره. ولكن في عيب واضح قوي في البوكا افكت هنا، وانها مش بتقدر تحدد الادجز بتاعتك مظبوطه. في معظم الصور بتصورها سواء مثلا الشمس في خلفيه الصوره او في وش الصوره، دايما الصوره بلاقي مثلا اللي هو ايه واخد حته زياده كده مع قفايه في الصوره اللي هي ضمن الفور جراوند ومش عامل لها بلير. او لو انت بنت مثلا بتتصوري بالموبايل ده، فهتلاقي مثلا ان الشعر دايما بيتاخد معاه شيء زياده كده جنبه مش بيعمل له بلير، فبيكون شكل عجيب جدا للصوره. ولكن لو انت محظوظ كفايه وعندك الخبره الكافيه في التصوير، انت ممكن تطلع الصور من الموبايل ده مش هتجيبها باي موبايل تاني في فئه سعره، وكمان فئه سعر اكتر منه. انا لا يمكن كنت اتخيل ان صوره زي دي تصور موبايل ب 3000 جنيه. ونروح للكاميرا الاماميه ال 8 ميجا بكسل اللي بفتحه عدسه f2.0. الكاميرا الاماميه كانت كاميرا الوانها من وجهه نظري كانت تعتبر احسن شويه من الكاميرا الخلفيه اللي الوانها ساعات بتبقى اللي هي واشد اوت في الشمس. الكاميرا الاماميه كانت معظم صورها بيطلع الوان الجلد لحد ما مظبوط. طبعا انت ما عندكش ميزه البوكا افكت في الكاميرا الاماميه، ودي حاجه اللي انا اتوقعها اللي احنا نشوفها تماما في موبايل بالسعر ده. بس كان في مشكلتين اساسيتين في الكاميرا الاماميه، واولا الدايناميك رينج. لو انت بتصور على خلفيه منوره، يا انت يا الخلفيه هتكون منورين، ما ينفعش انتوا الاثنين مع بعض تكونوا منورين. والمشكله الثانيه بالنسبه لي، وهي مش مشكله قوي ممكن الناس تحبها، ولكن البيوتي مود بيطلعك بطه زي القمر. يعني تخيلوا انا اللي مليان حبوب وحالتي حاله كده ومنظري بطه كده. ولكن كترخيص للكاميرا، الكاميرا هنا تعتبر احسن من المتوسط في الفئه، من وجهه نظري تعتبر اقوى حاجه تخليك لحد ما تشتري موبايل ده عن اي موبايل تاني. دي كانت ريفيو الواي 7 2018. ولكن قبل هتقفل خليني اقول لك كلمه سريعه جدا عن الموبايل. الواي 7 2018 مش مميز في اي حاجه، ولكن مش وحش في ولا حاجه. باكج على بعضها الموبايل ده ما فيهوش عيب قاتل اللي هو يقول لك ما تشتريش الموبايل ده، ولكن ما فيهوش حاجه مميزه زي ما قلت. شكرا شفت الفيديو، اتاكد ان تدوس لايك واشترك في القناه، ويعني عشان في مقارنات بعد كده من الهواوي الواي 7 2018 والانفينكس اس 3، واحتمال هيكون في موبايل ثالث معاهم اسمه سيكو نايل اكس، واحتمال هيكون في موبايل رابع كمان اسمه جيوني. ففي حاجات كتير قوي جايه على القناه الفتره اللي جايه، فاتاكد ان تشترك في القناه لو انت ناوي تشتري موبايل الفئه دي، او حتى مش ناوي عايز تشترك في القناه خلاص اشترك في القناه. شكرا شفت الفيديو، اشوفكم. Just last week you